هذا باش يكون بالتنظيم لا سوسيتي تونيزيان دو كارديولوجي فاكولتي دو ميديسين دو سوس. بالطبيعة تحت إشراف وزارة الصحة وبالاشتراك مع الجمعية التونسية لأمراض القلب والشرايين، الكلية والديريكسيون جينيرال الإدارة الجهوية للصحة بالقروان والاسوسياسيون ميديكال دي قروان والكوليج، هذا الكوليج تاع الأطباء الكارديولوجي، باش نقوموا بأول ملتقى للقسطرة القلبية ان شاء الله نهار 11 مارس في القروان. حابين ناخذوا فكره، يوغا دي زاتولي دي تابل روند؟ اللي هي سيرتو دو كونفرنس معناتها تدخلات ودي تابل روند على الموضوع هذايا باش الناس تعرف شنو تعمل وشنو الحوايج الجديده اللي قاعده صايره في الدومين هذا، ولتبادل الخبرات باش يكون ناس متدخلين من تونس من كامل المدن التونسيه وحتى من الخارج باش يتبادلوا الخبرات، وحتى لاطباء الشبان باش يكون عندهم فرصه باش للتعلم خبرات جديده وللاكتساب اكثر خبره في الميدان هذا. قبل 48 ساعه من انطلاق المؤتمر هذا دكتور كونفيرمي، نحكيو على قداش من مشارك حد اللحظه هذه اللي براتيكمون قاموا بالبريزانسكريبسيون تاعهم؟ والله هو معناتها السوسيتي تونيزيان دي كارديولوجي عملت معناتها تبنات الملتقى هذا والكوليج نتاع الكارديولوجي وكذلك الاسوسياسيون نتاع الدبلوم نتاع الكارديولوجي انترناسيونال معناتها الاطباء الشبان مقدر المشاركه ما بين 150 سيديا. على لي انترفينون مع الناس اللي متقدم ما بين 150 200 مشارك ان شاء الله. دكتور ان كرو ميسي لتدخلك معنا وان شاء الله زاد باش تكونوا حاضرين معكم، هذا فيما يخص لا بروميير جورني دو كارديولوجي انترفونسيونيل في ولايه القيروان. نذكركم انه باش يكون نهار السبت باحد النزول الخاصه بولايه القيروان، باش يكون بثنا مباشر ليزانترفيو، باش يكونوا موجودين الكل. دكتور ناجح بن حليمه رئيس المؤتمر، نشكرك على تدخلك معنا على راديو الحياه تفهم. هكا زاد نكون وصلنا لاخر سونتي 5.5 بالنسبه لليوم. ان كرو ميرسي ليكيب كامله كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي اللي امنوا لكم اكثر من 90 دقيقة